فلي ده هيفيد السياحه برضه طبعا لما بننزل نتمشى في دول اوروبيه ونشوف وسط وانت البلد. بتحكي كده عن وسط البلد وبتقول العمارات طابع الاوروبي طراز الفريد، يقول لك دي يعني احنا كنا زينا واحسن من باريس. يعني طراز فريد من نوعه، وعندنا كل حاجه في بلدنا، عندنا يعني القاهره الفاطميه والقاهره الخديويه والقاهره الفرعونيه، كل حاجه عندنا، كل المقومات. لما تتكلم على السياحه عندنا، لما تتكلم على الاثار، لما تتكلم على جمال الطبيعه عندنا وكمان الجو، كل حاجه. ليه بقى كل الكلام اللي بقوله ده؟ علشان واحنا بنتكلم بقى على السياحه وتنشيط السياحه، صوره بتفرق. لما بيجي لنا نجوم وفنانين كبار عالميين وياخدوا صوره ولقطه في اي مكان، في يعني في على البحر، في مثلا عند معبد من المعابد في الاقصر واسوان، والصوره دي تتحط على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشوف بقى المتابعين لهؤلاء النجوم ازاي بقى الصوره دي بتنتشر، وبيبقى دعايه بملايين، أكتر من ملايين كمان. ففي دور برضو للمصريين، الشباب المصري اللي بيحب بلده فعلا بجد، اللي عمال يصور طول النهار سيلفي، مش كده؟ أيوه فليه بقى يعني وانت بتصور سيلفي كده لنفسك ما تبقاش في الخلفية حاجة حلوة من بلدك، وان الصور دي تلف الدنيا؟ فمبادرة حلوة قوي وهاشتاج لعدد من الشباب قالوا اتصور كأنك في أوروبا وانت هنا في بلدك، بس احنا عندنا حاجات جميلة قوي بس محتاجة انها تبان. نتفرج بقى على الصور مع بعض. كمان الروعة يا حسام طريقة التصوير برضو، احنا عندنا فيه الكاميرات والاسلوب الفوتوغرافرز البروفيشنال، هتطلع لك زوايا حلوة وبشكل جميل. ما هي تصور كأنك في أوروبا، مش تصور وانت نفسك مسدودة. والله يعني انت لما تسافر بره بتتصور وانت يعني يا سلام، والانبهار انت منبهر باللي انت موجود فيه. كان في كامبين عظيمة اتعملت بتاعت الحكومة المصرية This is Egypt. الهاشتاج بتاع This is Egypt ده لف الدنيا فعلا وجاب نتيجة كبيرة. أتمنى أن يكون في استمرارية ليه، لأن فرق كتير. وبعدين إحنا يعني عندنا الصورة دي لا ارجعوا بس، أنا نفسي أعرف ده هو مصورها فين وإزاي. أيوة دي هو فين يعني عشان يصور الصورة كده؟ اللي عليهم اللي طلعوا فوق الهرم دول. لا بس ده مش أكيد. لا ده يعني طلع على هرم ومصور الهرم التاني. يمكن. طيب خلينا نشوف برضه في صور كتير وحاجات. دي فين ده؟ ايه ده بقى؟ طبيعه دي فين دي؟ دي عايزين كل صوره برضو يعني يتكتب عليها، لان في حاجات احنا على فكره ما نعترف في حاجات احنا ما بنشوفهاش في بلدنا. ده الله، كورنيش النيل ده شبرا، دي شبرا الناحيه الثانيه. طب انت شفت اللقطه دي قبل كده وانت ماشي في بتعدي علينا الواحد بس ما حدش بيركز فيها. عينيك فين؟ مش بتبقى جايبه الحاجات والجمال ده؟ محدش بيشوف، محدش بياخد باله. احنا جميل، ده بحر احمر، بحر احمر طبعا، السمك ده بحر احمر على طول، وادي الصيد. بقول لك عندك كل حاجه، السياحه الاثريه. كان لسه النهارده والله على الفيسبوك النهارده قريت بوست حد بيتكلم بيقول يا جماعه حد في حياته شاف ترب ترد الروح؟ لازم تروحوا ترب اليونانيين في اسكندريه وتشوفوا جمال المعمار والزرع اللي فيها. وحاطط شويه صور للتماثيل اللي في المقابر اليونانيه هناك، يعني في الاخر هي مقابر يعني والله يرحم الجميع. بس قد ايه كان في اهتمام بالعماره. ما هي الاهرامات دي كانت مقابر للملوك، في جمال واهتمام بال دكتور زي حواس هيزعل منك معانا امبارح. الراجل قال كده يعني مش كان مدفون فيها الملك يعني، وكان مشروع قومي بس يعني في الاخر بس شكل يعني من الاشكال. احنا بنتكلم ان احنا عندنا لقطات ومشاهد وزوايا، لو ركزنا عليها احنا وحبينا بلدنا وحبينا الجمال اللي موجود في بلدنا هنعرف نبرزه صح ونعرف نسوقه صح. واذا كنت بتكلم على السياحه برضو هي منظومه، ما انت مش هنجيب السائح ونعمل فيه ايه؟ فمش نستغله بقى ونضايقه. مش هتصور كانك في اوروبا، لا عامل السايح كانك في اوروبا. ايوه زي ما بتروح اللي بيسافر بره بيحترم القوانين كده وبيعامل الناس كويس زي ما الناس بتعاملك كويس. وما بقولش ان هناك يعني الدنيا بامبي بامبي على راي سعاد حسني، ما انت الناس بتروح تتسرق في باريس، المترو في باريس فيه سرقه، في الشارع في باريس فيه سرقه، بيحصل في روما حوادث سرقه بس اي حته في العالم. بس كان معانا الاغلبيه ايه؟ كان معانا تقرير من فتره بيقول لك 10 اسباب بتقول لك ليه مصر من افضل الوجهات السياحيه، من بينهم ايه؟ البشر،
اتكلم على الشعب، الناس لطيفة. قال لك بقى على فكرة، قال لك اصل هم بيفصلوا قالوا ده عارفين كل حاجة يعني، بس شعب ودود وشعب لطيف. فاحنا عندنا السائحات والله العظيم ثلاثة، خبر كبير جدا بالرغم من ان مصر من اهم الواجهات السياحية، فلازم تخلي بالك من التحرش وانت نازلة في القاهرة. فأهم الجرايد الدولية. طب اتصور كأنك في أوروبا، اتصور يعني كأنك نخوة بقى كده، نخوة يعني، ساعد البلد وساعد نفسك يعني يا راجل، مش كده يعني، مش الدنيا خلاص، الدنيا ما وقفتش يعني عند الست اللي جاية تتفسح يومين هنا في مصر. لا ولا المصريات في الداخل يعني، ما نتحرش بالخارج. لا لكن الداخل ما يعني ما لا ولا في الداخل ولا في الخارج. عشان ما هو كويس انت. لا عشان أيوة الناس هتفهمها غلط والله. كويس انك كويس انك ملحقك بس احسن تبقى يقولوا دعوه حسام بيقول الخارج بس. ما هم بيصدقوا، ما هم قاعدين هناك ما بيصدقوا. طيب اكتبوا بقى وقال حسام حداد. لا يا جماعه والنبي بلاش موضوع الاخلاق، الاخلاق والدنيا تبقى لطيفه ان شاء الله. طيب